معانا دلوقتي على التليفون من دبي كابتن بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيره الاماراتي. ازيك يا كابتن بدر؟ ازيك يا كابتن اسامه يا حبيبي، ازاي صحتك؟ وحشنا، طمنا عليك. انت اكتر يا حبيبي، ربنا يخليك ومبروك على البرنامج وموفق دايما يا اسامه. ربنا يخليك يا كابتن بدر. طبعا اكيد هتكون موجود معانا في حلقه ان شاء الله، لكن انت عشان يعني ظروف ارتباطك دلوقتي في دبي فاحنا بنعمل معاك مداخله. عايزين نتكلم مع حضرتك يا كابتن بدر عن تجربتك في نادي الجزيره الاماراتي. والله يا كابتن اسامه دي تجربه منقوله بالحرف من النادي الاهلي المصري اللي هو كان اول نادي في الشرق الاوسط يعمل مدرسه كوره ويجيب خبير اجنبي ويعمل برامج جديده في علم التدريب الحديث، وانتجت ثمارها للنادي الاهلي بحوالي 42 لعيب جميع انديه مصر ومنتخبات مصر ما شاء الله، وحوالي 12 لعيب احترفوا بره ولود النادي الاهلي. انا نقلت التجربه دي في نادي الجزيره الاماراتي، وكان عندنا اول ما جيت حوالي 2 لعيبه في منتخب الامارات من نادي الجزيره، دلوقتي عندنا 24 لعيب بيمثلوا منتخبات الوطنيه ما شاء الله في دوله الامارات. ده على مستوى الناشئين والشباب والاولمبيا كابتن بدر؟ مظبوط، ودلوقتي عندنا حوالي من 8 ل 12 لعيب دي مسؤول الفريق الاول ما شاء الله، اللي اشتغلتهم في نادي الجزيره بفضل الله، بيلعبوا فيهم 5 اساسيين الحمد لله. الاختيارات بقى في نادي الجزيره وانت عين خبيره طبعا، مجرد اللعيب لمس الكوره انت بتاخده على طول، عندكم في اختبارات زي موجوده في مصر وكانت في النادي الاهلي، ولا عندكم مدارس الكوره اللي بيتم منها الاختيار؟ لا هنا الموضوع اصعب شويه اسامه، لان هنا انت اللي بتروح للاعب مش اللاعب اللي بيجي لك. يعني انت اللي بتضرب، انت بتعمل الاختبارات كنادي الاهلي، فالنادي الاهلي اسمه كبير في الشرق الاوسط كله واكبر نادي في افريقيا واسيا، فبيجي لك اللعيبه عايز ينتمي للنادي الاهلي. يعني انت مجرد ان انت بس تبقى عينك كويسه وتركز مع الولد وتقدر تختاره للنادي الاهلي، هو حابب القصه. هنا انت بتعاني كتير جدا عشان تجيب لعيب، لانك انت بتروح تجيب اللعيب من المدرسه، بتعمل له اختبارات في المدرسه. انت اللي بتروح في متر، انت اللي بتروح بتسعى تجيب الولد، انت اللي بتسعى عشان تدور عليه. عندنا قاعده كبيره الحمد لله قدرت اجيب لعيبه. طب ابرز الاسماء بقى كابتن بدر، عايزين نروح لتجربتك في النادي الاهلي، كانت ما شاء الله تجربه ناجحه جدا، يعني لعيبه كتير للفريق الاول بالنادي الاهلي وللمنتخبات مصر وحتى في انديه مصر عموما، كابتن بدر رجب طلع اجيال كتيره، ابرز الاسماء اللي طلعت من تحت ايد الكابتن بدر رجب. في مصر ولا في الامارات يا سامي؟ لا في مصر بقى، في النادي الاهلي، في النادي الاهلي. النادي الاهلي عندنا احنا اشتغلنا يا سامه في الاول، اشتغلنا على 3 عناصر رئيسيه، ان احنا نعمل لعيبه للفريق الاول وتبقى من قطاع الناشئين، ونعمل لعيبه للاعاره، ونعمل لعيبه لاوروبا. لاوروبا كمان؟ التجربه كانت بيننا وبين نفسينا، وكان تحدي بيننا وبين نفسينا والحمد لله نجحنا فيه. انا لو عديت لك انا قلت لك في الاول 42 لعيب، يعني انا هعتبر انا اكيد هنسى اسماء، لكن هجيب لك من ابرز الاسماء. عايزين ابرز الاسماء اللي طلعت من تحت ايد الكابتن بدر رجب في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. في 86 مثلا احمد سمير فرج، في عمرو الحلواني، في 87 مصطفى طلعت، مصطفى زبيطه، عبد الله فاروق، في ال 88 اسلام عادل، مؤمن زكريا، في ال 90 هشام محمد وشهاب واحمد شكري، ال 89 وعفروتو ما شاء الله، في ال 91 مانجا وايمن اشرف، كل دول ولادنا، وفي بقى اللي احترفوا رمضان صبحي وتريزيجيه، وفي نتفت برضه مواليد 97. يعني دي الاسماء اللي حضرنا دلوقتي من ال 42 اسم، وفي محمد طارق، وفي ويا، وفي محمد طارق ابو العز. دي لعيبه كانت موجوده في النادي الاهلي، ابرز اللاعبين اللي موجودين. استفدت من كورفا كتير يا كابتن بدر. وفي النني كمان يا اسامه. والنني طبعا خريج مدرسه الاهلي. النني طبعا. وفي محمد هاني، وفي احمد العيش، وفي محمد عبد الفتاح تاحه. ما شاء الله، ده انت اسماء كبيره، اسماء كتير في الكوره المصريه مش في النادي الاهلي بس، خرجوا من مدرسه الكابتن بدر رجب ابو الاشبال. احنا خلاص هنا في برنامجنا هنطلق عليك ابو الاشبال في العصر الحديث. مكان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه. الله يخليك، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب، معلمنا وكابتننا الكبير الكابتن مصطفى. احنا عارضين صوره لحضرتك دلوقتي هنا، يعني الفريق الناشئين فيها رمضان صبحي وفيها تريزيجيه، وكان فيها على ما اعتقد محمد طارق، ده برضو يعني جيل ذهبي خرجته انت يا كابتن بدر. والله يا كابتن انا ما كنتش لوحدي يا اسامه، عشان بس ايه الناس تاخد حقها، احنا كنا كتيبه مقاتله للنادي الاهلي. جنود بتحارب، لان احنا بدانا المدرسه من الصفر. يعني عملنا مدرسه كانت لسه في عباره سنيه صغيره،
وكانت الناس في مصر مستعجلين جدا ان احنا ما عملناش حاجه وما طلعناش حاجه، لكن احنا كنا ماشيين بخطى ثابته جدا، لان كان معانا غواجه النادي الاهلي استقطبه اللي هو الخبير الهولندي مستر كورفر. وده اعظم اعظم خبير على مستوى العالم حقيقه فعلا بعد ما مات. فعلا حتى فعلا بعد ما مات طريقه كورفر دي متوثقه على العالم كله، يعني متنفذ على العالم كله، من المانيا لانجلترا لفرنسا لهولندا، اسباق كل الانديه اللي في العالم او المنتخبات بيشتغلوا بطريقه كورفر. تعليم المهاره طبعا عصره. طبعا التكنيك كابتن اسامه بيشتغلوا على التكنيك، شغل التكنيك اللي فيه كل عناصر كره القدم المهاريه. والعوامل البدنيه مع عامل السن بتيجي لما بتكبر اوريدي انت بتكتبها وبتاخدها، لكن لو ما بقاش عندك تاسيس في النواحي المهاريه والتكنيكيه تحت استحاله هتبقى لعيب كوره، استحاله. بالدليل لو انت جبت اللعيبه اللي عديتهم لك واللي نسيت اساميهم يسامحوني، يعني هتلاقي بتجمعهم حاجه واحده، المهاره. طبعا المهاره علشان محمد. لا، وفي حاجه كويسه يا كابتن بدري كمان تذكرتها دلوقتي، لما كنتوا بتطلعوا بطولات في اوروبا كنتوا بتحاولوا نتائج مبهره ما شاء الله، العالم كله كان بيتكلم عن ناشئين النادي الاهلي ومدرسه الكوره وقتها. وعلى ما اتذكر كان في، فاكر محمد عبد السلام لما وقتها كان برشلونه كان عايز يشتري من النادي الاهلي. مظبوط يا كابتن وسام، انا بس نسيت الكهرباء، خد بالك معلش عشان ولادي برضو ما يزعلوش مني. ونسيت رامي ربيعه. رامي ربيعه طبعا. ونسيت احمد حسن كوكا في المحترفين. واخد بالك، ده دول برضو ولاد مدرسه وولود النادي الاهلي، ولاد مدرسه النادي الاهلي. احنا كنا في اوروبا سنه ما عملنا التجربه دي، كان معانا المرحوم العظيم الكابتن صلاح سليم الله يرحمه، شرحنا له الموقف وعرف ان احنا واقفين على ارض كويسه، فحب ياكد الكلام ده مظبوط ولا الموضوع ماشي كده. فبقينا نشارك في بطولات اوروبيه بره، لدرجه ان احنا لعبنا مع برشلونه في فرنسا في نيس، كسبناهم 5-0. ما شاء الله ما شاء الله، كسبناهم 5-0. من هنا بقى الفكره فسقط في دماغ المرحوم العظيم الكابتن صالح، وابتدى يساند قطاع الناشئين والمدرسه. ان شاء الله جاي مصر امتى يا كابتن بدري؟ ان شاء الله اجازتك امتى؟ ان شاء الله بشهر 6 يا كابتن مستعان. اكيد هتوعدنا بقى ان شاء الله بحلقه في شهر 6 هتكون معانا في برنامج الاشبال ان شاء الله. يعني احنا خدناك بس تليفون كده على السريع، بس بتوعدنا ان شاء الله يكون موجود معانا في حلقه ان شاء الله يا كابتن بدري. تحت امرك يا كابتن اسامة يا حبيبي، تحت امرك وموفق ان شاء الله. ربنا يخليك. النادي الاهلي ده بيتي يعني، وهو اللي عمل اسم بدر رجب، وهو اللي عمل اسم من نجوم مصر كلها. ربنا يخليك يا كابتن بدر. النادي الاهلي. شكرا كابتن بدر رجب ابو الاشبال، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيره الاماراتي. شكرا كابتن بدر.